ثروات ونعلن النتائج. مين راح يضل معنا الليلة ويرجع على أكاديمية؟ ومين راح يغادرنا؟ لحظات قليلة وبتبين النتائج قدامنا على يوسف إليه اللي عندنا هون. وعم يوسف جاي تعمل هون جاي تصوي؟ بدك تصوت؟ انا زلمي وطني وصاحب مبدا، مشان هيك مقرر اللي بيدفع لي بصوت له. عن جد عمو؟ انا كبري عليك بعد صوت حدا منه لشان عيد فينا من يصير؟ ما كل الزهنة سيسين صحابي بقعد انا وياهم شخصي وابفهمش عليهم. انه هلا بدك تقنعني انه كل الزعمة بلبنان اصحابك؟ هيك مثل مين يعني؟ مين بدك سمي؟ انت صاحبي مع الجنرال؟ معه بس كل واحد عنده خصلة بيرينا فيها منفهم شي لا جال عندي هاك اليوم جنالد انا عيل نفهم منه اش من يصير نحكي معه دق اخد معه قلت له اهلا سهلا جا عادنا صد في اهلا بجنرال قلت له اعملي قهوة يا مرة وبلش ولا يمكن ما حدش بيسمي عني انا بسمي اش بدي اشرب بالطيار نحن بنختار ضيافة ما حدش بيختار لنا ضيافتنا قلت له طيب خلص بعتذر يلا عن القهوة بعتذر جنرال بعتذر اش بتريد تشرب جنرال قال لي قهوة قلت له اعملي قهوة يا مرة ايش القهوة انا مش شبع قهوة بنحكي سياسة كرع قهوة قال لي ايش قال البنات فاسدين قلت له شتيت قال لي بنات السين القهوة فاسدة كلكم فاسدين بلد فاسد علم فاسد لا اترك الفنجي كب ومجدين انا مش بدي اعمل مش بدي اعمل شوي من الظابط قعدته زي الكرسي تحت منه قال لي ايش الكرسي بدي اصلاح قلت له جديد انا بدي اصلاح بدي تغيير كلكم بدكم تغيير بلد بدي تغيير هلا بدي تغيير لقطة الجنبية كبوا المجنينة صار نص البيت مجنينة ما عرفت ترجع تحكي سكت شوي ربع ساعة تسأل ضعيف ضعيف بدي سير انت انا بسير وعن طاس اش رح يستفزوا الطاس الشمس بير ولا غيوم ولا دعم ولا وقلبي عائلي بس اول قلبي قلت له شاهو لك جنرال فيا شتي قال لي ما تسألني شو اللي افتراضيين عليكني ساعتها قلت له بتعرف ايه جنرال قال لي ايش قلت له انت احسن واحد فيهم بس كاركتيرك بده اصلاح وتغيير ضحك بيعرف ضحك 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 قال لي هديش الا بالبهدله قلت له يا ريت مش بتنفع كلهم هيك كل واحد عنده خصي ليش الحكيم احسن وانت كمان صاحبي مع الحكيم هذا اليوم كمان بحكي معه سياسه بنفهم ايش فيه كل واحد عنده خصبه بقى اللي اخذ موعد قلت له أنا سهلا جا وصل فتشوا على البيت فات عدنا هيدا قلت بتطمن عليه وبنفهم ايش فيه بالسياسه سألت سؤال تاني قلت له كيفك حكيم كلتين قال لي منيح 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 قلت له يعني منيح قال لي اكيد 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 ما في شك 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 قلت انا خلي يزيدوا شوي من جهتي حس حالي ضعيفك مثل معصر نعمل توازن قلت له كيف الست دخلك 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 قال لي بتجنن 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 كيفك كيف كيفك كيف كيفك كيف كيفك كيف كيفك كيف قلت له طلع معي شوية ضغط طلع معي شوية ضغط طلع معي شوية ضغط طلع معي شوية ضغط قال لي نص ساعة خلص الوقت ما حكيناش سياسة ما حكيناش ما في شك راح الوقت ها تضيع وقت كله شوفي شغلة تانية تضيع الوقت صافي سيارات الموكب عنده تابع وعندي تحت السطايحة سيارات المواكبة في بيانات سيارة مرسيدس طلعت قلت له دخلك حكيمة مرسيدس هالشي هالشكلها قال لي 200 200 200 يعني مرسيدس 600 ايه 600 هذا تقطيش ثلاث ثواني تضيع وقت انا باليوم ورايح معش انتخب غير مسؤولي وعين اخذيني خلص وبابا تنتخب حدا بقى لا باش انتخب حدا لا يا ابو ريمون لا ما معك حق من هو هين اللي معه حق انا هون ماريو ماريو مين ماريو ماريو باسيل ماريو باسيل ايش بتعمل هون جاي انتخب يا ابو ريمون والله برافو عليك مشروع حلو قديش دافعين لك على السعر لا ما حدا دفع لي ولا بدي حدا يدفع لي ولا بقبل حدا يدفع لي اهلا بابو ملحم معرفتك زي الغايمه وانا ايش حدا ده ويلكم تو ليبانون لا يا ابو ريمون لا